مزمور 28 لداود. ليك يا رب بصرخ يا صخرتي، ما تسكتش خالص من ناحيتي، لحسن تسكت عني، فأشبه للذين في الحفرة العميقة. اسمع صوت التضرع بتاعي لما استغيث بيك، وارفع ايدي لمحراب قدسك. ما تمسكنيش مع الأشرار ومع اللي بيعملوا الخطية، اللي بيكلموا أصحابهم بالسلام والشر في قلوبهم. اديهم حسب عملهم وحسب شر أعمالهم، حسب عمل إيديهم اديهم. رد عليهم المعاملة بتاعتهم، لأنهم ما بيفهموش عمل الرب واللي بتعمله إيديه. يهدمهم وما يبنهمش. مبارك الرب لأنه سمع صوت التضرع بتاعي. الرب عزي والترس بتاعي، عليه اتكل قلبي فانتصرت، وزقطت قلبي وبالأغنية بتاعتي أحمده. الرب عز ليهم وحسن إنقاذ مسيحه هو. انقذ شعبك وبارك ميراثك ورعاهم وشيلهم لمن غير نهايه.